وسهلا اهلا وسهلا. عمو هشام رح يقرب الكاميرا ويفرجيكم شو انتو حلوين. عمو هشام فين يطلبوا بيتزا على الانترنت؟ قالوا له لا ما فيكم. رح اقرا لكم اياهم. صاروا هيك ولادنا، ما تفكروا هذه كذبه، شفتوها على ظهر بيو نايم ومعه موبايل ما عمره سنه. والولاد انا شفتهم كلهم افهم مني يعني بكثير. لك شو بقول له؟ I'm really getting worried about the increasing use of credit cards. رح يستعملوا كثير credit cards. الشحات عم بيقول هذا بده يزيد كثير كثير كثير، بس ما بنصحى بنصحى بنصحى. Pizza home delivery department. Sorry, we can't email your pizza as attachment. Delivery pizza. ما فيكم تبعثوا لنا delivery pizza؟ قالوا لهم لا ما فينا نبعث لكم. يا الله. في بوليس قال ضيعوا ولد، قال له طيب شو عنوانك؟ lost lid. قال له انا ضايع ما بعرف وين. قال له شو عنوانك؟ قال له johnny@hotmail.com. ما بقى حدا يعرف وين بيته. الاولاد بحبوا يروحوا على المدرسه بس يلعبوا مع اصحابهم. اول يوم راح على المدرسه قالت له امه كيف؟ قال لها يا امي ما خلصت، قال بدنا نجي بكره. كلهم هيك بحبوا يروحوا على المدرسة، بحس في أصحاب نلعب بس نهاية الدرس كل يوم. الابن عم بيقول داد why do we need five hungers؟ ليش بدنا five fingers؟ خمس صبيع. ما زال هيدي الفارة فيها أصبعين. ما أدري كيف هيك أصبعين بدقوا. هيك أنا هيك رح يجي معنا عنا أصبعتين، ما بدنا أكثر. وده شو بدنا نمشي ما قاعدين كل الوقت كاوتش بوتيتو او الكبار الختيارية. هلا انا عم بتعلم على هاي، خلص ما بدنا شيء على هاي اذاعه وتلفزيون وبصوتي الكتب وكل شيء بتقروا خط ايدي. بس يا ريتني بالسعوديه قاعده حد واقي زينب ومهدي. يعني وائل بقول له ابعث لي صورتك، قال لي شو فيني بكل الناس سعوده. ما بقى تقولوا هيدا مع هيك بكل بلد لو خليت بلي. نعم. ايمان دروننج كان عم بيغرق، شو صار؟ بيقول اف 1 اف 1 اف 1 يعني على الايميل بحطوا اف 1 اف 1 اف 1. ما بقى في كلام الا هيك، بيجي على البيت او بروح عند صاحبته بيعمل لها هيك على وجهه. كانه خلص. Mommy, how come you have given me only a name and no password? ليش عطيتيني اسم بس ما عطيتيني password؟ حتى انا ما فيني اخبركم، منا سهله اني اتعلم، بس قلت على القليل بقدر اخذ ايميل وببعث، بس رح بلش ادرس. تعطلت عندي دخيلك يا كارل يا فلان، شو بدي اعمل؟ اعملي هيك اعملي هيك ما زبطت، اعملي هيك اعملي هيك على التليفون. حسسني قلبي زيحي، قعدت على الارض. اوضه الانترنت عندي صغيره كثير، بس انه قدرت اقعد. ومدري ليش اجيني فكر فيها بسيطة عم بتجي، معلش صلحها. رجعت ضويتها وهيك وقمت مشي. شغله ما بفهم فيه ابدا، انا بس بدي اقرا واكتب، ما عندي غير عشق. عندي عشق القلم والورقه وبكتب من قلبنا. وبعثت لكم اياهم كلهم، كل واحد بيبعث لي ايميل لو شو ما كنت سببني حببني اللي بدك اياه، انا عندي اللي بعطيك. الاناء ينضح بما فيه، وانت اعطيني اللي عندك معلش. لو ما بتحبني ما سبيتني، حبي مسبي كمان. هلا هاي الصوره كلنا بدنا نشوفها. ولحظه، هيدا اوباما بهيدي العيد، بهيدا العيد من البيت بعثوا لي اياها. حطيت صوره وقت اللي كانوا اثنينهم اصحاب بعضهم وصغار مثل ما انكم شايفين. شوفوا الفرق بين اوباما اليوم واوباما قبل. شو عملوا فيه؟ شوفوا كيف كان هيك بريء وهيك، غيروا له عمليات تجميل وكل هي عملوها، وحطوا اسود ابيض
مسلم مسيحي. وهلا شو عم بيعمل؟ ليش رجعت العنصرية بأمريكا؟ احضروا A Day for a New America، ما رح يضل في مي تيشربوا. اشتروا نيويورك $30 وكبوا البدو. فرجيتكم كيف اجوا البدو وقت اللي بدهم يشكروا مريم على العمل اللي عملته بأمريكا، حاملين علم اللبناني ورجعوا قدموا لي. أنا أحب لك. كلنا أخوة بالروح، كلنا أخوة بهالألوهية. يا حبيبي هيدا الخوري بمر شربل قال له المسيح الله وشربل الله، كونوا الله. قلت يا دليل إن شاء الله ما يقبلوا، بس مش كونوا الله، ألوهية. مش نهر ينهر، فعل أحمد صار محمد. هيدا العلم أبدان وأديان، العلم علمان. عشان هيك بدنا نتعلم وعلم آدم الأسماء. شو بدنا عيطول؟ هيدي كلها إذا في خير بسببه وإذا في شر بسببه. نعم. هلأ شوفوا شو عم بصير. في محمية، رح أقول بالإنجليزي، Many animals are becoming gay and lesbians because of us. So no more such animals. Don't go to the zoo. The zoo will come to you. ولو بني لوط، لوط نبي. احترم الإنسان بجسده مثل ما هو. بس هلأ وين ما رحت بأمريكا عم بيشوفوا إنه الحيوانات هي اللي حرة فالتي، وبيكتبوا انتبهوا في حيوان واطي بالأخلاق كتير، انتبهوا منه، علموه كيف يكون مثلكم. جربوا سقيوا الحيوانات مشروبات غازية ومنها 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 اللي بتحطوا لها كل الدعايات. بفهم بدكم ميل، بس هذا ميل حرام كله، ما في حلال، وبيه كله حرام، والحرام بروحوا وصاحبه وما في حلال. نادرا اللي قاعد وحده هلا بتشوفوه كيف ما بده حدا. فإذا وقت بتجربوا هيك عطيوه ميتوا، عطيوا دواء للحيوانات يلي بيعطوه للإنسان. كلهم على صفرة الأكل موجودين بلاقية، يعني إذا ما نفعتك ما بتضريك. صاروا تعودوا يزلقوا زلع بلع، والبنيات شو كيف عمروها؟ بزق لزي زلع بلع. كل شيء بتفوتوا على السوبر ماركت ما رح يدي عملوا كنترول. جبرتوا تفوتوا، مثلا انا قليل بفوت على مطرح عنا في الابيسي، وهيك بقطع نفس، في نقطع نفس كتير يعني. انتوا كمان تتدربوا احسن مني. تفوت اتفرج وبيبكي قلبي، بيبكي قلبي دمع هالاطفال 7-8-10 سنين. بي حامل سيجار، واما قلت لها قلت لي ايه وانت عارفة؟ قالت لي يعني وين وصلنا؟ رح فرجيكم هلا. صرت بسافر بهيدا، هلا باخذ معي باسبوري اللبناني وباسبور اجنبي. رح لكم شو ماركتها، وفي اصغر منها، وانا بعرفه صاحب الشركة 20% من المدخول بيروح على المي تينظف المياه. وهلا ميتشو عم بيقول حتى ما تروح على فانكوفر، بفانكوفر في جون روبنز. يا حبيبي انا قال له اتركوا كلكم هونيك بلبنان تحت الألف متر، كلكم اتركوا رح تطلع المي وتصيد. يعني كتاب اسمه جريت ويفز، رح تشوفوا الموجات كيف عم تجي وكيف الناس أكثرية تموت. بس ما عرفنا نعيش، نعرف الموت، ما في موت، موت الموت كلنا. صرنا الله خلقك آلة، ما هيك؟ صرت آلة أنا. You are a person of the virus. Be aware. أنت آلة خلقك الله بكل عناية. بشخيل الموت بدنا ندفع الثمن. نعم. هلا مين عملها؟ أمريكا، ما رح أقول أوباما يعني. نحن بأفريقيا، بجنوب أفريقيا في محمية اسمها كروجر، حطوا فيها
هالمرض اللي قال الحق افريقيا هي اللي عملت هيك، هي اللي عم تعمل الامراض ايبولا وهي وهي. ما جيم هامبل كان بافريقيا، وكثير في علماء كانوا بافريقيا، جورج اوشاوا ومرته، قالوا له بنعمل لك هون مثلنا، لا انت بتعرق ولا مرتك ولا لك ريحه وباكلك انت صحينا، هيك البدو بتاكل. اللي معه فايزر قال له انا جاي حط الامراض وكل شيء اعمل بدي اخذ جائزه نوبل، قال له انت خلقت نوبل وانا كيف ميت افريد نوبل؟ كيف ميت هون؟ وقت اللي جورج اوشاوا بدهم يحبسوه قال للمرته اعطيني اشرب غازيات يلي هلا كل الناس تشربه، وقال لها رح تشوفي مره هيدا اسمه وانت عمرك 99 هي بتستلم من وراك. وهيك التقيت بليما اوشاوا عمرها 99 وانا عمري 42، تركت الدنيا كلها خلاص، كل من عليها فان، لا بلتفت لورا ولا لقدام، ناو اور نيفر، بهاللحظه بس فيها يقظه. عندك أصحاب؟ طبعاً بيوقفوا حدك أكيد وأكيد أكيد أكيد. أي متى؟ بس نتصور وين الأصحاب؟ وين الأصحاب؟ وين النت؟ الصاحب بيسحب، ما في صديق. إذا اشتدت عليكم المحن عليكم بالشام وبالمتن، إن شاء الله بالخنشارة ما تحتيني كمان بلبنان. لايك وها فلشي مهضومي اضحك. واحد جاب لمرته هدية بعيد الام، قالت له ليه جبت الهدية وانا لسه مش ام؟ رد عليها ازاي ده انت ام المشاكل وام المصاريف وام المشاوير وام المصايب وام القرف كله. مهضوم. ومع هيدا وكله نتجوز، زيد الحمير حمار، حمار افهم دايما. سألوا رجل كبير في السن لا يقرأ ولا يكتب، فقالوا له ما تعريف التقوى؟ فأجاب إجابة مختصرة ومفيدة جامعة، فقال يا ولدي التقوى كيف حالك إلى إذا صرت لحالك، إذا صرت وحدك وحدك. ما بنسى هالمنظر، يعني الشباب كلها بتروح لعنده، ما بنسى هال... ما فيني بتكون كبير بالعمر وحده معه عصاية وبيعروج. قلت تهدى أنا بي. قلت لك مش بدي هديك وتهديني، نهدي بعضنا ونتحدى هيك ونتهدى على بعضنا، وأنا مثلك يعني كمان بيجعني ظهري وبيجعني راسي وبيجعني هيك. قال لي أنت وجعك هو غير وجعك، انت وجعك مشاركة ووجعك بفرحي وبكلهم، بس انا عندي 4 بنات و3 صبيان ما حدا بيطل علي. في واحد قدم له اوضة ببناية هيك، قلت له في عندك اوضة؟ وين وهيك؟ عرفتهم، بعت حدا يخدمه وانا بطلع عنده باخذ اغراض وهيك اشياء كل يوم هيك 6 7 اوقات بتاخر كم ساعة وبروح ببرو وين اني اصحابي وهيك، بقول لهم لو ما انت وحدك انا جيت لعندك، ما انا وحدي كمان، بس منا عايشين بوحشة هالوحدة الون بات نوت لونلي. ولادنا مش ولادنا، اخوتنا مش اخوتنا، ايدك مش ايدك يا فاطمة، الحسن والحسين هيك بيموتوا. حطت وصية طبعا لزينب تربيه، وقت لهيك قالت اللهم تقبل منا هذا القربان. يا حبيبتي شو هالقربان؟ وهلا اللي آتي أعظم، يعني اللي عم بتشوفوه كلنا عم نتعود هلا عن عواصف وكله وكله. بتتذكروا أول ما عملوا الطيارة كنا نستفرغ، يحطوا كيس للتستفرغ فيه تستفرغ، بعدين تعودنا. هلا بعد الكيس موجود، يا أختي قلت له ليش بس الكيس موجود؟ تتعود الفكر على الشر، بتعود عليه نشوف الخير. ما في شر وخير، في طاقتين كوزميك انرجي، يين يانغ، ذكر انثى،
لا يصيبنا الا لتكن مشيئتك الا. الحمد لله الحمد لله. شو ما صار الحمد لله الحمد لله. وقت اللي بصير انا بازعاج هيك هالقد لان صرت تفوت على بيتي سكينه مدري شو هي، بس هي بتطرطق فوق السرميه فوقي، هديك بتطرطق من هون، هديك بتطرطق، هديك بتطرطق. ما فيني ناطره اي ساعه بدي اعيش وحدي. بطلع على هالجبال وهي وهي، او بكتب او بحكي او ما بعرف اذا بعد دقيقه بعدني بهالدنيا. محشش فات على البيت شاف مرته نايمه مع رجال، ايه قام بده يتحشي السكين بده يذبحه. الرجال قال طول بالك يا زلمه معك الكاميرا الخفيه. المحشش حط ايده على زيت وعلى وجهه واستحى وبلش يضحك يقول ما معقولة انتو هاي خامس مره بتعملوها معي هالشهر، يعني بتضلها تمرق. فات على البيت قال لمرته ليش العرياني ودي؟ قالت له ما عندي شيء تقلبوس. ليش عرياني؟ فتح الخزينة هيك ليش وهي ليش وهي جا الله معك جارنا وليش وهي ليش. صارت هيدي الموضة حلوة كتير هالصورة، بتمنى كل الناس تشوفها وكل السياسيين سنة 1946 أي متى؟ بعد الحرب. ردة فعل طفل يتيم عمره 6 أعوام 6 سنين عمره، أعطيه هدية من الإغاثة حذاء جديد. هالصورة بالنمسا انبسط كتير. ولكن يا أخوتي حامية حرامية، ليش في حرب؟ ليه عم نقتل بعضنا؟ ليش ما بنتصالح؟ بنقدر نتصالح؟ لا أنا ما فيني أتصالح معك، بدي اتصالح مع نفسي مع نفسي مع نفسي مع نفسي تا ينقطع نفسي. ضوي شمعتي، اذا ما عندي مي ما فيني اعطي، بحط ايدي بالعسلات. بحب صبري حمادي يعني ترك اشياء حلوه كثير، قال لو كان صبري ما كان زفتها من سنتين، يقول له انا هلا برطلت اعطيني لبرطل غيري. حقيقه شبعني الي بالاول، بس ما بدي شبع الجيبه. قال في واحد حاط الدودي بجيبته، وين ما راحوا اجا قالوا له خلي الدودي فيه خلي. قال يا خي في شيء عم ياذيني؟ قال له يا خي ما هالدودي بدي شيله. قال له كل واحد منا معه دودي جوا وبرا، هاي اللي عم تاذينا رجع الدودي. شوف هي نكته بس حقيقه، اغلب الشعب يا كده يا كده. لحم غالي ان ما تلاقي حل وسط، يا كرشه يا المؤخره يا المقدمه. شو السبب؟ شوفوا شو عم بيصير، لازم تكون وتعرف تمشي هيك. كانت بالمقدمه بالاول، هلا راحت المؤخره مهمه كثير. من 300 سنه حطوا الكبد عند العرب، هن العرب اللي فاتوا بالاخلاق وبالعلم، الفاتيكان حماهم. بحب نشكرك كلنا، انت بعدك حي، ابونا محمد يعقوب سوري شاف في مجاعه، بيع الصليب بيع العصايه وتراب كاردينال شي سوري، بعدين بلش يبيع الارض يطعم الناس ما يسالون انت جوعان انت فقير وانت مسلم انت هيك مين ما اجى. اخواني الرهبات يعني ما راح يضل ارض بسوريا لنا، بس شوفوه معه حق معه حق معه حق. هيك قال المسيح، مشو حافين ما تحملوا كتاب من سمائهم تعرفونه. شو بنقول له؟ قولوا السلام عليكم، بركي ما ردوا ترجع لكم اضعاف. وهيك لما اجى فرانسيس يقتل المسلمين قال للخليفه يا أمير المؤمنين كان، قال له رح خبرك شو هو الإسلام وشو هو المسيح بالإسلام. حط سيفه وقال له سامحني ومشي والدم يجري من إجراه، وراح يبني كنيسة المسيح الحقيقية. أي هي كنيسة المسيح الحقيقية؟ الإنسان وفينا انطوى العالم الأكبر. حضروا الفيلم، الفاتيكان اهتز كله اهتز وبدني يقتلوه، نزل الفاتيكان
وبس له أجره يا حبيب قلبي، وجيب هالمشردين المعاقين الجوعانين، حضروا هالأربع أشرطة أفلام حاطينهم هالموقع منعوه. بايو انرجي، برادر سان سيستر مون، دايت فور نيو امريكا، وميتنج وذ ريماركبل مان، انطون سعاده والكواكب وجورج كرتشيف. كيف فيك تحط حمايه لألم؟ تحصين، تحجيم، تحديد. يا حبيبي على احمد مطر، دخيلك ما في قصيده كتبها الا بتنسكن بقلوبنا. هيدي المسألة مسألة مبدأ يعني. قال له لمرته، قال له لمرته اسكتي، قال له ابنه انكتم، صوتكما يجعلني مشوش التفكير، ولا بكلمة لا تقولوها. أريد أن أكتب عن حرية، حرية التغيير. اسكتوا أنتوا بس، ما تحكوا لا كلمة. يا الله، رح اني محطوطين بالانجليزي وانا بحكيهم هلا بالعربي. رجال مجنون، قال للمرأة هتحكيوا لي؟ الرجال اللي بيفهم قال لها حلوة كتير بس تكوني ساكتة، وقال لها تصيري احلى لما شفافك يتسكروا. ثلاثة وسائل إعلامية التواصل مع الإنسان: تليفون، تلفزيون، وقول للمرأة خبرها سر إلا ما تقولي لحدا، بيكون انتشر بالعالم. كل شيء تجاوز الشفتين عند المرأة انتشر. شوفوا، let us be generous، نكون كرماء مثل هالأربع نملات. أربع نملات عم بيمشوا بالغابة، شافوا فيل جاي تجاههم. قالت أول نملة لازم نقتله، قالت الثانية no let us break his legs، خلينا نتصلوا إجراء أو لو أنه إجر وحدة. الثالثة قالت no منزت عليه شوية تراب. الرابعة قالت no we will leave him، نتركه because he is alone، هو وحده ونحن أربعة. شوف كيف النمل بتفكر، نحن هيك كمان سطلنا وما تفكر إنه نحن يا ريتنا نفهم مثل الطبيعة. When your life is in darkness، وقت حياتك بتكون بعتمة، صلي لله نعم خلي لي خلصك من العتمة. من بعد ما تصلي رح تضل بالعتمة، دخيلك ضوي الضوء يعني. ما راحوا قال بعد عميان، قال له روحوا شوفوا الفيل تعالوا خبروني شو شفتوا. راحوا جا واحد قال له الفيل منخيره من قدام هيك كبير كتير. قال له لا دنبه من قدام. قال له يا خي الفيل له أربع اجران، بس هالاربع اجران هن عواميد. كل واحد مطرح ما مسك الفيل، هيدا مسك له دينته وشافها هيك، هيدا مسك له. ليه؟ لانه ما بيقشع. مشان هيك قال لهم بودا، قال لهم انا جيت تحط لك بصر وبصيره. وقت شافوا حد اعمى قال لهم رح بعت له طبيب. شفت؟ قال له هي جسديا اعمى، بتجيبوا له طبيب. يلي روحيا اعمى بتحطوا حد الحبيب. اجعلني امرني يا رسول الله، اجعلني اميرا على البصر. قال له البصر تزول، اجعلك اميرا على بصيرتك التي لا تزول. فاذا الانسان منه جسد، في اربع اجساد تتوصل له. هالاربع اجساد هالشيطان عم بيغير فيه ونحن عم نسمح له يعني. كلنا اوزون ثيرابي اخترعوا فينا. الكرة الأرضية رايحة، بس نحن لوين رايحين؟ بس شوفوا وين بدها تاخذنا أعمالنا. الكتاب رح يكون اسمه نعم
يوسف رح يكتبوا لموت يا حبيب قلبي شو بدي لكم. وأعرف أيضا بأن كلماتنا ومشاعرنا وحتى حركة أجسادنا المتفردة ما هي إلا ذبذبات وموجات ستبقى تطوف في هذا الفراغ ما بقيت الحياة. أكبر علم وأهم علم هو الطواف يا أخوتي. كلنا المرة بتحرك الطنجرة هيك، الرجل بحركها هيك، كلنا كيف منطوف، كل الطواف بإيدينا عم ينمحوا بها. أيها الخلود، نعم عنك عن الماضي ما رح احكي لانك انت حلم المستقبل، فكيف علي ان اجدك في زمن غير زمني هذا؟ اجابني: من كان تحقيق حلمه في زمن غير زمنه اضاع لحظته. الان هو الزمن، فتش على الموجود قبل ما يروح المفقود، وتذكر بان الجسد لا يفنى بل يتغير في الشكل فقط، لان فيه اكسير الحياه الذي لا يفنى، ومن استطاع ان يحيا بيقظه في هذا الجسد فإنه حي إلى الأبد مع الحي القيوم في كل مقام.